لك كيف انا تغيرت كل واحد مدخل. لا 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 محمد رسول الله. رقم في جديد تحدي جديد. هو نتوا يعني توزون هيك يعني بشرط وما شرط عادي يا شباب بس يعني. لانه هو التحدي برعاية النتف. نعم التحدي هو يا اخوان طبعا خلي حسن يشرح. كل واحد يحط أربعة على اجره تمام ايوه ويبرق والثاني ينتفل ياهم بس ايش وهو عم غني. نعم يعني بده يحط وحده هون وحده هون. نعم وحده هون وحده هون وبده يغني والثاني يشيله يعني ممنوع يوقف عن الغني. ممنوع بس وقف يعني بيحل لحاله عقوبه تمام. قبل ما نبلش بالتحديات يا مدخل لا تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب تفعل زر الجرس اسالكم تفس الدين ورجعنا لكم يا جماعه الخير. رح نبلش بقى بالتحدي بس اول شيء لازم نلعب حجر اول ورا مخ. يلا يا شباب يلا انا خايف التحدي لا شوف من اول واحد ده يبروك شعر رجلين يا ولد انا اكثر بيبروك واحد اثنين هو اكثر مني. طيب يلا حجر يا رديل اشبك شعر رجلين استنى نحو حط حجرة ورقم قص وحدة ما تلاتي لا تلاتي لا تلاتي لا تلاتي تلو يلا تلاتي طبعا يلا واحد صفر حجرة ورقم قص اثنين صفر مبروك خلاص مبروك لا في وحدة يا رديل حجرة ورقم قص اسعدكم اسعدكم يلا حجرة ورقم قص حجر ورقم قص حجر ورقم قص بروك لا 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 ما بتنتم ما بتنتم ما بتنتم اعطوني الحبل لا 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 شباب ارجعنا لكم هلا بعد ما نزلت له اياهم يا شباب والله يلا خلني اخلص معك يلا واحد اثنين ثلاثة غنينا غنيه بس لا توقف. شفت اللي انا شفته محل الحمراء عاشفته خلوني غزل عشف يمكن ما كملها شفت اللي انا شفته محل الحمراء عاشفته خلوني غازل لا توقف لا توقف لكن ما عاد شفته ولقد تعساري شبابي صاري نادي اوه ماي جاد اوه ماي جاد غني لا توقف لا توقف معنا لا تدعونا وقف زي 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 ما هتعدت على هيا ما غني يا ما غني خاوة جايبة خاوة خاوة جايب ها خاوة خاوة لا 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 خاوة جايب غني انت خسرت على فكرة ها
يا بو تقول من زين دراكولا ارجعناكم يا شباب يا بو ماشي انا شو اخبار اخوان بحقوني شباب شباب رجع دورك حتى ليش ليكم اول شيء لازم نحميهم ما لازم نحميهم لازم نحميهم وين وين دوري يا شباب غني لي غني اسحبه من هون اسحبه من هون ها خالد غني الله واحد نادلة كلها تسأل ليش اسمك بالخمة فوق ايوه هذا من فضل الله مسيطر عنده اي اي جاك من ايوه يا غضب الله يلا يا غضب الله جدا عامل ناسها إيه؟ ورجال بافعالها ما حدا له فضل علينا ولا تعصب ولا تعصب يا يو يو والله رجال يو يو والله راح شباب يو يو شي هي اسباب افعال هذا غوريلا ولا انسان يو عم باب العدو يلا غني تعالوا اصبر يا كدودي يلا يلا غني قول غني مثلا خاوه جايبها روح انا خاوه غني يلا دي غني يلا واحد ثلاث بعد غيابي على الملعب الوضع صار مكركب شي طبيعي نغاب الدايب يلعب بالساعه ما طلعت على ابو جحش يلعب بالساعه الساعه يا يا اخ يو اخ السعلب هذا شعر ايش ما من بدات بغني يا يا الله اخر وحده قولي لغني لو رحتي بتضل بقلبي وبعيوني كمان عجبابك اسمي عجبالي يبا يا عجبال الإنسان مرتيني مرتيني بقى يوه تهو فرجيكون تهو فرجيكون تهو فرجيكون يوه تهو تهو فرجيني فرجيني يوه فرجيني جي فرجيني جي فرجيني جي 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 فرجيني اشبك بلون يا صاحب شعر مدهن اخوان نظبط الوضع ونرجع لكم لا هنتكلم عن هذا الفيديو بتمنى يكون عجبكم الفيديو اذا عجبكم حطوا لايك سبسكرايب تفعيل زر الجرس لاشتركوا بكل جديد
والله العظيم الوجع انا ما راح مزبوط الوجع والله لازم طبيعي. خيركم من حقكم انتي ازيدكم هيك تحديات تكتبون لنا بالكومنتات تعليقات الله يسعدكم يا رب. كمان معكم لايك تعليق واشتراك افعل الجرس يا شباب. كان معكم حسن مصطفى تي في وسلام.